يعني قبل ما اختم واروح للكابتن سمير عثمان طبعا والجزء التحكيمي في هذا اللقاء، يعني بنعي طبعا بغايه الاسف والحزن واسره قناه الاهلي وعائله الاهلي طبعا بتتمثل في مجلس اداره النادي الاهلي اللاعب عمر زياد لاعب فريق سباحه النادي الاهلي السباح لمواليد 99، يعني لاعب صغير في سن 18 سنه حادثه يعني في الطريق الدائري في التجمع الخامس. طبعا كلنا أسى وحزن على هذا الشاب الجميل وبنعزي طبعا عائلته الكريمة، رب ربنا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته. يعني دي حاجة كنا مش حابين نقولها في يوم احنا مبسوطين فيه، ولكن هي دي الحياة وربنا ان شاء الله يرحمه.